انتوا فاكرين كنا خدنا ايه المرة اللي فاتت؟ ها اللي فاتت على طول كان المهندس فايز ادراك المرة اللي فاتت، والمرة اللي قبليها كنا خدنا عزة. فاكرين عزة اللي لمس التابوت وفندنا ازاي ان هو كان عزة كان غلطان في حاجات كتير. النهاردة احنا هنعود مع بعض سؤال. ساعات ناس قالوا هل ربنا عنده محاباة ولا لا؟ ربنا عنده محاباة ولا لا؟ محاباة لناس ناس وقصاد ناس ولا لا؟ عشان كده في آية ساعات ايه الناس تقول لك ما هو بيحب عيسو أكتر، بيحب يعقوب أكتر من عيسو. هل ربنا بيحب ناس؟ خليكم معايا خليكم معايا. لا، اللي بيقول الصراحة مش عارف. اللي بيقول الصراحة مش عارف. حد بيقول الصراحة لا، ما بيحبش ناس على ناس. لما خلص الاول الايه السؤال بتاعنا بيقولوا او لا. احنا النهارده عندنا سؤال وقولوا لي في الاخر او لا. لو انتوا رايكم في الاخر يبقى لكم حق، بس هنفنده، لان بالتدقيق في الكلام هنلاقي ان مفاهيمنا احنا هي اللي ايه اللي غلط، مش ان ربنا اللي بيحب حد اكتر. مفاهيمنا احنا عن الكتاب احنا بنقراه هي اللي مش مظبوطه. فالسؤال بيقول فين السؤال الاول؟ نجيب السؤال، السؤال موجود في الاول. طب خليكم معانا، بس خليكم معانا. بيقول النص بتاع السؤال بيقول اقوله لكم من هنا. بيقول اتساءل البعض قائلين ما ذنب عيسو الذي ابغضه الله ولم يحبك يعقوب؟ بقول ايه الذنب؟ واحدة واحدة. طيب بلاش طب واحدة واحدة انا هقول. حاضر، ده انتوا متحفزين قوي. طب في الاخر خالص لو ما اقتنعتوش بقولوا احنا مش مقتنعين، بس خليكم معايا احنا مفاهيمنا احنا اللي مش مظبوطة. يتساءل البعض قائلين ما ذنب عيسو الذي ابغضه الله ولم يحبك يعقوب اخيه؟ ولماذا لم يقبل الله توبته حينما تاب؟ ولماذا فضل عليه أخاه يعقوب وهما في رحم أمهما؟ الاثنين كانوا في رحم. الكلام ده جاي منين؟ من الآية النص الكتابي اللي هو ده. هو في النص الكتابي ده بيقول ليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا، وهي حبلة. ها منين؟ من واحد. يعني ايه من واحد؟ يعني راجل واحد، يعني أبو ده هو أبو ده، يعني ابو ده هو ايه ابو ده. يبقى رفقه وهي حبله من واحد، وهو اسحاق ابونا، لانهما وهما لم يولدا بعد، ولا فعل خيرا ولا شرا او شرا، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الاعمال بل من الذي يدعو. قيل لها أن الكبير يستعبد للصغير، كما هو مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. فده النص اللي احنا بنتكلم فيه. أولا ايه خطورة ان ربنا يكون بيحابي؟ دي خطر قوي. يعني بعد كده لما اطلع فوق اقول له رب ما انت ما كنتش حاببني ما خلصتنيش. هل ممكن الاله يكون بحابي؟ طب انا لما بحابي ليه؟ افرض انا حبيت انا او اي بشر مننا حب حد، بحابي ليه؟ ها الايه؟ لا خلينا نتكلم بجد عشان نركز. تمام، يبقى عندي مزاج. خلي بالكم، يبقى عندي انا ايه؟ ليه مزاج بستريح لده، باخد فايده، ده بيريحني بيقول لي كلمه حلوه. هل الله ممكن يكون كده؟ هل الله ممكن يكون عنده هوى او عنده مزاج؟ يقول لك اصل ده بيحب كذا وما بيحبش كذا. ها بيحب اللي ايه؟ اللي بيفكر بيحبش ايه؟ بيحب دمه خفيف ما بي... لا طبعا، فحاشا لله ان هو يكون عنده
ركزوا معانا بس عشان ما تقطعوناش كتير، عشان لو قطعتوا انا هسيح منكم. انا خليكم معايا بس، فضلكم خليكم معايا، ما تقطعونيش كتير. فبنقول حاشا لله ان يبقى عنده هوى او عنده مزاج. ما ينفعش ان ربنا يكون كده. ده بنقول على روح العدالة. الاب حتى المفروض يكون ايه؟ عاد ما بالنا ربنا كله سواسية. وبعدين هو ربنا ياخد مني ايه ولا ياخد من ده ايه؟ خلي بالكم. يعني مثلا اسحاق كان بيحب عيسو اكتر منين؟ من يعقوب. ليه؟ عشان الراجل كان في ايه؟ كتاب مقدس بيقول كان في فم صيد. يعني ايه؟ يعني راجل صياد بيطلع يصطاد خروف بتاع مش عارف ايه، اي حاجه حيوان بري، ويذبحه وبيجيب له ياكل. لكن حاشا لله انه يكون عنده الهوى ده. فالله ليس عنده هوى لا واخد منفعه ولا واخد ضرر من حد ولا حد مديله حاجه. فحاشا لله ان هو يكون عنده ايه؟ مزاج او هوى او محاباه. عشان كده الايه بتقول ايه؟ يقول ان الله يريد الجميع. خلي بالكم كلمه الجميع دي، ما حدش يقول ان ربنا عايز يخلص ناس وما يخلصش ناس. ليه؟ ما هو خلقته، هو خلق الكل وعايز الكل يخلص. زي ما يكون في مدرس بيدرس للطلبه، هو عايز الكل العيال دي تنجح مثلا. مع الفارق في التشبيه، حاشا لله يعني ان احنا ايه نحطه في الصوره الصغيره دي. لكن الجميع يخلصون والى معرفه الحق ايه يقبلون. دي تيموساوس الاولى اصحاح 2 اي 4. من جهه الوجوه ربنا ما بيحبش بالوجوه، في ايات كتير على الوجوه دي. يقول بطرس الرسول قال الكلام ده، والكلام ده موجود لما كيرنيليوس في ايمان كيرنيليوس لما شاف ملاية مدلاه فيها ايه؟ جميع انواع بطرس الرسول. فقال له اذبحوا كل يا بطرس. قال له ما اكلتش دانس ولا دخل في بقي الا نجس ولا دانس ما الى ذلك. قال له لا، ما ايه؟ ما طهره الله، ما دنسوش انت. بعد كده لما راح لكرنيليوس فلقى الروح القدس حل على كرنيليوس، فقال الايه دي. ففتح بطرس، فدي المناسبه بتاعتها، وقال ايه؟ بالحق انا اجد ان الله لا يقبل الوجوه. لا يقبل، مش ده يعني غني ده كويس ده حسن ده، لا، لا يقبل وجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول أمامه. يبقى احنا ايه؟ دي أول نقطة. الله لا يحابي أحد لأنه ما عندوش مزاج ولا عنده هوى ولا عنده محاباة زي البشر. دي مصيبة البشر، البشر اللي ساعات يستظرف حد أو ايه؟ يحتقر حد أو يكلم حد ضد حد. لكن الله هو الخالق اللي خلق ده وخلق ده. ده بالعكس، ده بيقول من يعير الفقير يعير خالقه. دي أول نقطة بنقولها. لو خدنا بالنا من نص تاني، نجيب النص تاني معلش، ونبص نشوف بقى النص هنتكلم فيه. أولا هنتكلم في كام نقطة. أولا سياق الحديث، احنا خدنا قبل كده أي نص لازم نتكلم ايه، نشوف سياقه جه في ايه، بيتكلم عن ايه الأصحاح ده. الأصحاح ده اللي جه ده بيتكلم عن ايه؟ الأصحاح اللي متاخدة منه الآيات دي هو رمية. رمية كام؟ 9. الأصحاح ده لو رجعنا له هتلاقوه بيتكلم عن موضوع اللي هو ازاي ان ربنا مش بيدي للناس عشان أعمالهم. عطايا الله على سبيل نعمة ولا أعمال؟ نعمة. ليه؟ لو على اعمال، انا ايه اعمالي حتى مهما عملت؟ ده احنا مدانين كلنا، وكلنا طبيعتنا بشريه وحشه، وكلنا خطاه، وكلنا فسادنا. الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله. فاذا الله لما بيدي الناس، لما ترجعوا الرمية 9 هتلاقوا رمية 9 بيتكلم على كده. فده سياق الموضوع. وعشان نتأكد من كده هنبص نلاقي، هنشوف دلوقتي يقول ان ايه. خلي بالكم، كلمة وهما لم يولد بعد. يعني ايه لم يولد بعد؟
يسجد ربنا لده ما تولدوش لسه، فضل واحد على أساس واحد، طب هم لم يولد بعد. مقصود ايه بالكلمة؟ مقصود ان هم ما عملوش حاجة، ما فيش واحد يعني قدم زبايح والتاني لا زي قايين وهابيل، ما فيش واحد فيهم كان مطيع والتاني لا، ده هم لم يولد بعد. المقصود بها ايه؟ هنشوف الآية اللي بعديها. لا فعلوا خير ولا فعلوا ايه شر، لا مش ديت، لا كمان بعد ديت كمان، لم يولد بعد. سياق الحديث فبيقول ولا لأنهم من نسل إبراهيم، ده في سياق الحديث بيتكلم على كده، هم جميعا أولاد، يعني مش كل أولاد إبراهيم كانوا أولاد، هم مش كل أولاد إبراهيم كان، بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله بل أولاد الموعد. يبقى ربنا لما جه يختار قال أنا مش عايز ولاد الجسد. يعني إيه ولاد الجسد؟ حد يعرف يعني إيه كلمة ولاد الجسد؟ يعني إيه يقصد إيه من كلمة ورا؟ أنا عارف إن ابن هاجر أولاد، ولاد الجسد يعني اللي مش بقوتهم، لأن إبراهيم جه بإيه؟ بوعد. إبراهيم لما جه بوعد، آسف إسحاق لما جه بإيه؟ بوعد. نعمة ربنا قالت له أنت ما تقدرش تخلف ولا تقدر دلوقتي، وفضل ساكت عليه على إبراهيم لما سنه بقى 100 سنة ولا حاجة، ومراته 90، وبعدين قال له هيجيب عيل، أجيب إزاي؟ لدرجة إن سارة إيه؟ ضحكت. فاللي جاي ده ابن موعد، مش بقوة بشرية، خلي بالكم من الرمز. يبقى اللي جاي ده ابن إيه؟ بوعد. ها؟ هو بقوة ربنا جاي، بنعمة ربنا جاي، فعشان كده لم يولد بعد. هنا برضو نفس الوضع، إسحاق ما كانش اتولد لسه، وقال له هيجي لك واد، أنا هديك واد، أنا اللي هديهولك، وده إيه؟ أنا اللي هبارك فيه، وهيبقى فيه الإيه؟ وهيبقى فيه عن طريقه تتبارك جميع أمم الأرض. طب الرب قال له طب ما عندي إسماعيل، قال له لا مش عايز ولاد الجسد، أنا عايز إيه؟ عايز أنا النعمة كلها تبقى بي أنا مش بالأعمال. ها معايا؟ بحيث حتى الولادة بتاعته تكوينه بطريقة معجزية، يبقى على سبيل نعمة. كنتش تقدر تجيبه دلوقتي، ما كنتش تقدر تجيبه، لا انت ولا مراتك تقدر تجيبه، بس انا نعمتي انها هديهولك بطريقة معجزية عشان تعرف ان النعمة بتاعتي نعمتي شكلها ايه. يبقى هنا بيتكلم عن نعمة مش القوة الايه؟ الجسدية. ونفس الوضع هنا هو لما بيقول لم يولد بعد، عايز يقول ان هما الاتنين ما عملوش حاجة حلوة. فيعقوب ما كانش عمل حاجة حلوة لما اختار الله، طب ليه يا رب اخترته؟ على سبيل نعمة، ان انا انعمت عليه. ها واخدين بالكم؟ هنكمل. وليس ذلك فقط، خلي بالكم كلمة ليس ذلك، يعني ايه ليس ذلك؟ مش اسحاق بس، ده اسلوبي مع ابراهيم في ولادة اسحاق اللي هو كان بطريقة النعمة ما كانش يقدر يجيبه، وانا اديته نعمة عشان يجيبه عشان يبقى مبروك وبارك في دوت اللي هو عن طريق النعمة. نفس الوضع كمان انا عملته مع مين؟ مع رفقة، ان انا هاخد واحد ما عملش اي حاجة واخترته، وانا هذا الواحد هيبقى عن طريقه تاخده نعمة عن طريقه. ايه النعمة دي اللي بيتكلم عليها اللي هياخد عن طريقه؟ هيجي من نسله مين؟ هيجي من نسل المسيح، ويبقى الخلاص عن طريق مين؟ مسيح. لكن عايز اسألكوا سؤال، في كلمة هتلاقوها بعد شوية يقول الاختيار، كمل بعد كده، يقول لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار. يعني ايه حسب الاختيار يثبت قصد الله؟ يعني يبان نعمة ربنا. لما ربنا بيختار بيختار ايه؟ بيختار مش غير الاصلح، بيختار الضعيف ويبارك فيه، اللي معاه جوي ايه؟ ها انت عارفين القصة بتاعت الانبا بشوي لما امه كانت حامل وبعدين قال لها هديكي ولد،
جالها وقال لها انا هاخد الايه الصغير ده اللي هو الامبابشوي وده كان ضعيف جدا، قالت له خد واحد من الكبار، خد واحد من الايه. فربنا غاوي كده، لما يجي يختار حد يختار مين؟ الضعيف الصغير. طب ومع داود النبي ربنا عمل ايه؟ عارفين المزمور بتاع 151 يقول ايه؟ انا الصغير فين؟ في اخواتي في بيت ابي. فهو يختار الله كي يثبت قصد الله. يعني ايه قصد الله؟ قوته ونعمته تشتغل فين؟ في الضعيف. حيثما انا ضعيف حينئذ انا قوي. تشتغل بايه يا رب؟ بالضعيف يثبت قصد الله. قصد الله يبان نعمته وبركته، ان هو عايز يدي ويبارك. مش عشان تقولي ده فلان ده عمل كتير، ولك ربنا مش عشان عمل هيديله، لا، لكي يثبت قصد الله ونعمته وبركته. فالاختيار بتاعه دايما يختار الايه؟ الضعيف الغلبان اللي ما عملش حاجة، اللي ما يستحقش، بحيث النعمة تبان. كلمة الاختيار بقى دي انا ببص فيها برضو في حاجة تانية. هل الله من حقه يختار ولا مش من حقه يختار؟ يعني انا مثلا لو جبنا عربية اخر موديل مثلا مرسيدس غير مرسيدس، دخلت جوه قلت له ايه ده، انت ليه حاطط مش عارف اللمبه دي في السقف بالطريقه دي، ليه ما حطيتهاش ورا هنا؟ هل ده من حق اقول للراجل المخترع اللي اخترعها كده؟ يقول لي انت مالك، انت تفهم ايه؟ وده تفهم ايه؟ لكن لما الله بيختار، لما يجي ربنا يختار، هل هيختار الاصلح الحلو ولا يختار الوحش؟ بفرض ان الله يختار من حقه انه يختار، ها يختار اني فيهم؟ يختار الوحش ولا الحلو؟ طب افترضوا ربنا اختار الوحش، يبقى هنا ربنا بيعمل ايه؟ الباقي كله يبقى وحش. انت بيختار الوحش ما نبقى وحشين، يبقى هنا بيشجع الايه؟ الشر، بيشجع الشر. لكن الايات دي كلها مش بتتكلم عن ايه؟ عن ده هيخلص وده مش هيخلص. امال بتتكلم على ايه؟ مين يعرف الآيات دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم اللي هيجي من نسله المسيح. بتتكلم على ايه؟ ها؟ مين اللي هيجي من نسله؟ المسيح. من حقه انه يختار. ما اقدرش اقول له لا، خد عيسو، هو راجل فتوه وراجل متعب، خد عيسو، مش بتاع صلاه وبتاعه وراجل بتاع اكل تعسي يبوظ الدنيا، طب ما تاخد عيسو وخلاص. فهنا الله بنعمته لا عيسو ولا يعقوب يستحقه ولا اسحاق يستحق، ولكن لكي يثبت قصد الله انه عايز يدي نعمة ويبين للبشر ان بيختار مين؟ الضعيف والمسكين والغلبان. بس برضو هو بيختار الضعيف والمسكين والغلبان، مش هيختار الشرير؟ مش هيختار ايه؟ الشرير. يختار الشرير ليه؟ يبقى كده بيشجع الايه؟ هو صحيح الغلبان والضعيف ما عملش حاجه ولا يستحق حاجه زي الشرير قدام ربنا، الكل او الكل ايه زاغوا، لكن ربنا ما يختارش الشرير احسن بعدين الناس تقول ما نبقى اشرار بقى وخلاص، ما هو بيختار الايه؟ الاشرار. لا طبعا. اوكي، يبقى دي الايه؟ احنا اتكلمنا كام نقطه؟ الأول اتكلمنا في المقدمة، الله ليس له هوى ولا مزاج ولا عنده محاباة. متفقين؟ ها؟ متفقين عليها؟ النقطة الثانية سياق الحديث. الأصحاح ده نفسي ترجعوا النهاردة وتقروه في البيت، رمية 9. بيتكلم عن نعمة. سياق الحديث بتاع الأصحاح كله بيتكلم عن نعمة، إن ربنا لما بيدي نعمة ما نقدرش اقول له طب انا عملت عمل حلو عشان كده تديني، مش على سبيل استحقاق، على سبيل ايه؟ نعمة. ما فيش حد يقول له ده انا كنت مستحق. واحد بس بنقول له مستحق وعادل، مستحق وعادل، لانه حقا بالحقيقة واحد بس، اللي هو مين؟ المسيح له المجد، الحمل المذبوح، تستحق كل مجد وكل كرامة، تستحق تاخد كل حاجة. لكن هو على سبيل نعمة بيدي. عشان كده لما بيقول اسحاق ما كانش يستحق روخر، ولما بيقول وايضا رفقه عايز يقول المثال ده ينطبق على ده، ولا اللي كانوا مولدوا من رفقه يستحقوا، لم يفعل بعد خير ولا شر، ما عملوش حاجه حلوه،
مش ان كان في واحد حلو فانا اخترته عشان حلاوته ولا عمل ولا حاجة، كانوا لسه عيال صغيرين في الايه في بطن امهاتهم، لا شفت منهم لا ايه لا حلو ولا ايه ولا وحش، وانا اخترت واحد فيهم. تقول لي واختار ليه؟ من حقه يختار. ها يبقى هنا من ايه؟ من حقه انه يختار زي ما هو عايز، ها، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار. ماشيين مع بعض ولا لسه؟ ننقل للنقطة اللي بعديها. يبقى احنا اتكلمنا على سياق الموضوع، النقطة اللي بعديها لكي يثبت قصد الله. عايزين نتكلم على عيسو بقى اولا عشان نعرف عيسو، لان الناس بتاخد آية كده في عيسو ويقول لك ايه، خلي بالكم على كلمة الاختيار. في الانجليزي كلمة الاختيار هنا مكتوبة election. يعني ايه election؟ انتخاب، ينتخب الاصلح. كلمة انتخاب دي لما يجي في الانتخابات بياخدوا مين؟ الاصلح. بياخدش الايه؟ لما بينتخبهم، فالله برضو يختار الاصلح. عيسو كان شرير بحسب شهادة الكتاب. موجودة فين؟ عبرانيين 12 آية 16. يقول: لئلا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع البكورية بكوريته. يختار الله ازاي يعني؟ احنا اتفقنا ربنا نعمته بتطعيتي مش على سبيل ايه؟ عمل عملناه. لكن ايضا الله لما يختار حد لازم الحد ده ما يكونش ايه؟ ها؟ ما يكونش ايه؟ هو حر. لا، رافض دوت، مش عايزه دوت، مش هيمشي معايا ده. ها؟ فعيسو كان مستبيح. كان عيسو مستبيحا. شر عيسو عدم تأهله لنوال البركات. يقول الآية دي بقى بيعترض كتير، الآية دي نصحصح معانا، نصحصح فيها. يقول: فإنك تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا، مع أنه طلبها إيه؟ يا حرام، طلبها بدموع. طلب التوبة بدموع؟ لا، ما حصلش. لا لا، طب صرخ بس مش عشان التوبة. دققوا في النص عشان القراية اللي كده بناخد مفاهيم مش مظبوطة على الكتاب المقدس. خلي بالكم ايه اللي رفض منه؟ ايه اللي قال له لا ما ينفعش اديهولك؟ بص، خلي بالكم الآية بتقول ايه. فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث، مش التوبة، لما أراد أن يرث البركة ولا التوبة؟ البركة، رفض. هو عيط مش عشان كان تايب، أمال عيط ليه؟ عشان قال له: ألم أنت ليك بركة واحدة يا أبويا؟ باركني انا ايضا. فقال له: لا ما ينفعش، انت رفضتها قبل كده، هي بركه واحده خدها اخوك جه قبل كده. فقال له: باركني ايضا. قال له: ما ينفعش تاخد البركه. ولما قال له هتكون عبد لاخوك، اخوه هيبقى الكبير، لانه هو قبل كده ساعه اكله العدس قال له: بيعني ايه؟ بكوريه. قال له: وانا عامل بالبكوريه ايه؟ ما انا ميت مستهتر. فهنا اللي اترفض منه مش التوبة، لا، اترفض منين؟ من البركة، من وراثة الايه؟ البركة. اذ لم يجد مكانا، لا خلي الآية زي ما هي، اذ لم يجد للتوبة مكانا. مكانا فين؟ يعني ايه لم يجد مكان للتوبة؟ في قلبه، ما فيش مكان للتوبة في قلبه. يا ريته كان تاب، لكن هو لم يجد مكان للتوبة، توبة في قلبه، مفيش مكان، ما تابش، مش عايز يتوب، مش عايز يغير سلوكه، مش عايز يبقى كويس. هو لو كان تاب كان يبقى طالع عايز يقتل اخوه. تاب فين ده؟ ولا قلبه ماشي مع ربنا؟ عايز ده، عايز، كان هو متغوظ من اخوه، حاقد على اخوه، عايز يقتل اخوه باي طريقة. لم يجد مكانا للتوب. مش كده وبس، ده عمل عملة تانية لو تاخدوا بالكم،
يقول هنا هو إذا رفض عيسو من وراثة البركة لما أرادها بحسب النص، وليست توبته هي التي رفضت. كلمة لم يجد مكان للتوبة تؤكد أنه لم يتب. النقطة اللي بعديها، ما طلب عيسى بدموع هو البركة وليس التوبة. دي نجيبها من العهد القديم، تكوين 27. لو نرجع كده نقول ايه؟ فقال عيسو لأبيه، ألك بركة واحدة؟ يبقى هو هنا بيطلب ايه؟ بركة. مفيش مكان للتوبة خالص، مفيش كلمة التوبة جت خالص. فقط يا أبي باركني أنا أيضا يا أبي. ورفع عيسو صوته وبكى. بيبكي عشان ايه؟ عشان البركة مش عشان التوبة. لم يسجل الوحي الإلهي مطلقا انه رفع صوته وقال قد أخطأت. ما قالش الراجل العشار لما دخل قرع صدره وقال أخطأت في السماء وقدامك ولست ده الابن الضال، والراجل العشار قال اللهم ارحمني انا طب، وعيسو قال كلام من ده؟ ما قالش. فأين هذه التوبة إذن؟ يبقى بالتدقيق في النص، بنص مش اي حد يضحك عليا بنص كده يجيبه لي كده ويقول لي بص لم يجد مكان للتوبه رفض. ليه ربنا يعمل كده في عيسو؟ ربنا عمل ايه في عيسو؟ ده هو اللي ما كانش عايز يتوب. خلي بالكم من النقطه اللي بعديها، اكد الوحي الالهي اصرار عيسو على مخالفه الله وبويته. عمل ايه عيسو؟ بيقول فلما راى عيسو ان اسحاق بارك يعقوب وارسله الى فدان ارام لياخذ لنفسه من هناك زوجه، قال له يا ابن الله خليك يا ابني. ده ايه اسحاق لعيس ليعقوب؟ انا يا ابني مش عايز بنات اشرار، انا عايز نسل مبروك. ده مين ده؟ اسحاق. يا ابني ما تاخدش من بنات بني حس، دول اشرار جدا، انا مش عايزك تخالط الناس الوثنيين دول. روح لايه؟ لاهلي هناك وخد زوجه منين؟ من هناك. واخدين بالكم؟ ليأخذ نفسه من هناك زوجه، إذ باركه وأوصاك إلى لا تأخذ زوجه من بنات كنعان الأشرار. وأن يعقوب سمع لأبيه وأمه، دي حلاوة يعقوب. يعقوب عمل غلطات كتير، لكن كان عنده استعداد إن هو يمشي مع ربنا، وعايز يمشي مع ربنا ويطاوع. عنده استعداد يمشي مع ربنا ويطاوع. فبيقول هنا هوت ان هو ايه؟ ان يعقوب سمع لابيه وامه وذهب الى فدان ارام راى عيسو. عيسو بقى عايز يغصهم، انتوا عملتوا كده؟ طب هطلع عينيكم ووريكم ومرركم. انتوا عايزين الشرق، طب انا عايز الغرب. عايزين ايه؟ هم عايزين ايه؟ عايزينه ياخد زوجه مش من بنات كنعان، هروح اجيب من بنات كنعان. فذهب رأى عيسو أن بنات كنعان شريرات في عين إسحاق، يعني هو اتجوزها مخصوص عشان يغيظ أبوه، عشان أبوه مش عايزها وحاسس إنها شريرة. شريرات في عيني إسحاق أبيه، فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل بنت إبراهيم ابن إبراهيم أخت نابوت زوجة له على بناء على نسائه. فين التوبة إذن؟ ومتى امتى ربنا رفض التوبة بتاعته؟ ها ها ما تابش. يبقى اللي ايه؟ لما يجي حد يقول اشمعنى ربنا بيحب يعقوب وبيكره عيسو؟ لا، هو ربنا عايز يحب الكل في الاخر. في الاخر حاضر. ربنا بيحب الكل، ربنا بايه؟ بيحب الكل، بس في واحد تاب ياخد البركات، واحد ما تابش وعمال بيغيظ في ربنا ويغيظ في الناس. طبعا ربنا مش هيتغاظ ولا حاجه، بس هو ايه؟ هيشيل فوق دماغه هو، فعشان كده مش هياخد البركه، مش هياخد الايه؟ البركه. نشوف النقطه اللي بعديها، هل حقيقه الله يحب يعقوب فيحبه اكثر من عيسو؟ في نص في الانجيل، والنص ده موجود في ملاخي 2. لو ترجعوا لملاخي 2 هتلاقوا النص موجود في ملاخي 2، بيقول أحببتكم قال الرب، قلتم بما أحببتنا، أليس عيسو أخا ليعقوب؟ ده ربنا اللي بيرد في سفر ملاخي. نظام سفر ملاخي فيه أسئلة كتير، يسأل ويرد،
هم بيقولوا ربنا بيقول لهم انا بحبكم ولا بتحبنا ولا حاجه، بتحبنا ازاي بقى؟ ده بني اسرائيل بيقولوا لمين؟ ربنا. فربنا بيقول لهم اليس عيسو اخا ليعقوب، يقول الرب، واحببت يعقوب وابغضت عيسو وجعلت جباله خرابا وميراثا لذئاب البريه. عايز يقول هنا ايه؟ هنا بيتكلم على شخصين ولا بيتكلم على بلدين؟ ها؟ شعبين. بيتكلم على بني اسرائيل ارضهم، وبيتكلم على ارض ايه؟ ادوم. فبيقول ان هو يبقى كلمه احببت وابغضت هنا يعني بيها الايه؟ المباركه. بارك ده اكتر من ده. صحيح ربنا بارك يعقوب اكتر منين؟ جبال بأرض يعقوب باركها ربنا أكتر منين؟ من أرض عيسو، من أرض أدوم. ليه بقى؟ دي اللي جاي لها. لأن أدوم قال قد هدمنا فنعود ونبني الخرب زي أبوهم. ربنا بيأدبهم عشان يتوبوا، فابتدوا يتحدوا ربنا، قالوا هو أنت بتهدم؟ طب وإحنا ولا يهمنا، هنعود ونبني تاني. بدل ما يتوبوا بيعملوا ايه؟ نفس نظام مين؟ ابوهم. كده 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 بقى انا بأدبكم عشان ترجعوا وتتوبوا وتمشوا معايا، يعني مهتم بيكم. انتوا تتحدوني؟ طب جبالكم هتبقى ايه؟ خراب. دي موجودة فين؟ انا عايزكم تبقوا بتوع كتاب مقدس ترجعوا تقروا. ملاخي ده كله كم اصحاح؟ ها؟ لا تقروا ما فيه صدقوني، فياريت الاسبوع ده تقروا ملاخي. مش هتستفادوا من الكلام والسمع بس، لازم انتوا بنفسكم ترجعوا وتايه وتقروا وتشوفوا الكلام ده كده ولا لان قد هدمنا فنعود ونبني الخرب. يعني انت هتخرب واحنا مش هيهمنا الخراب ده، هن ايه ده؟ تحدي. ده تحدي. هكذا قال رب الجنود، هم يبنون وانا اهدم، ويدعونهم تخوم الشر، والشعب الذي غضب عليه الرب الى الابد. غضبان، زعلان. يبقى سبب المباركه او سبب المحبه والبغضه هنا، او البغضه والمحبه مش ايه؟ مش مشاعر شخصيه. يعني احنا قلنا في الاول ان ربنا ما عندوش لا محاباه ولا هديني بوز النهارده عشان هو مزرجن ولا زعلان مني عشان اي سبب هو عنده هو، ها؟ لكن هنا هوت دي مباركه، مباركته لواحد دون واحد سببها ايه؟ ان واحد شرير وواحد صالح. اللي صالح بيباركه والشرير مش هيباركه، هتضيع منه البركه. فاذا هنا احباب تكم قال الرب وقلتم بما احببتنا ليس عيسو اخ ليعقوب. بني اسرائيل كانوا بيقول بقى احنا ماشيين معاك وانت مش بتباركنا. فهنا بيقول لهم احببتكم، يعني بصوا كده للي حواليكوا. زي ما واحد مثلا يقول ربنا مش ماشي معايا، يقول له يا ابني حبيبي طب فكر في حياتك كده ازاي ربنا مباركك، ياما ناس تعبانه وياما وياما وياما. ده المقصود بالايه؟ بالايات. لكن رغم كده في الاصحاح اللي بعده، هو اصحاح 3، رجع ربنا وقال لي ايه؟ لبني اسرائيل وانتم كمان مش ماشيين عدل، عشان كده انا هعمل فيكم ايه؟ هرفع بركتي عنكم. هنشوف الايه؟ الايات اللي بعد كده. المهم ده الكلام اللي احنا قلناه. الوحي الالهي قصد بذلك تسميه امتين، هما امه ايه؟ امه يعقوب وامه ايه؟ عيسو اللي هي ادوم. كمل. حديث الله عن حبه ليعقوب وبغضه لعيسو كان بمناسبة اتهام بني إسرائيل لله بأنه لا يكافئ أو يبارك الذين يصنعون خير. يعني ده موضوع الحديث. لما تقرأ الأصحاح سياق الموضوع اللي بيتكلم فيه، إيه المناسبة اللي بيتكلم فيها؟ المناسبة أن هم بيقولوا أنت مش بتكافئ، واخدين بالكم؟ بحسب وأنه أيضا لا يفرق بين الأشرار والأبرار، وهذا واضح بحسب قول الكتاب قلتم عبادة الله باطلة. هم بيقولوا له كده، يعني احنا بنعبدك على الفاضي. ده هم بيقولوا ربنا، خلي بالكم الجراءة بتاعتهم، عبادة الله ايه؟ باطلة. وما المنفعة من اننا حفظنا شعائره
وإننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود، والآن نحن مطوبون المستكبرين. يا بختهم اللي بيتكبروا، ما حدش بيعمل لهم حاجة ومريحين. ده هم بيقولوا كده، ده السياق بتاع الايه الحديث. نقرأ ملاخي النهاردة، نقرأ الايه رومية 7 وايه وملاخي. والآن نحن مطوبون المستكبرين وأيضا فاعلوا الشر يبنون، بل جربوا الرب عملوا عمل وحشة وناجوا، ما عملتلهمش حاجة. فأنا بقول لهم لا، الكلام ده مش صحيح. بصوا الأدوم وشوفوا أدوم وصل لفين، وشوفوا انتوا ايه، انتوا ازاي انا مبارككم. بعد كده بالتدقيق في النص نرى ان المقصود بأبغض هو عدم رضا ايه الله على مين، على أدوم، وعدم مباركته لهم. والمقصود بأحبابته هو مباركة الله لبني يعقوب أمة بني إسرائيل. كمل. سبب البغضة لعيسو أو عدم مباركتهم له هو شرهم وتحديهم لله، ولذلك هم يحصدون ثمار أفعالهم. النقطة الأخرانية، أحب الله بني إسرائيل بسبب تقواهم، ولكنه بيحذرهم في الأصحاح الثاني بما سيأتي عليهم بسبب احتقارهم لوصية ربنا. فالأصحاح الثاني بيقول لهم إيه بقى، خلي بالكم، إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لإسمي. خلي بالكم كلمة في القلب دي، الخير بينبع منين؟ من القلب، في القلب. إذا كنتم مش بتسمعوا ومش جاعلين في القلب عشان ايه، عشان تعطوا مجد لاسمي، قال رب الجنود، فاني ارسل عليكم اللعن والبركات بتاعتهم، ألعن بركاتكم، بل قد لعنتها لانكم لستم جاعلين في القلب. بيعبدوه بايه؟ بشفتيهم، وقلبهم بعيد عنه. بقى هنا فين بقى المحاباه دي بقى؟ ناس اشرار وناس كويسين. الكويس ربنا بيباركه، كلمة أحببت يعني إيه؟ باركته. باركته ليه يا رب؟ ليه باركته؟ عشان بيحبوني بيسمعوا كلامي. طب لو ما حبكش وما سمعوش كلامك، هل عن لهم بركاتهم؟ بركتي هتفارقهم. ها؟ طب وعيسو بيتحداني وبسمعش كلامي وماشي ضدي، أباركه إزاي وهو مش ماشي ضدي؟ وإحنا عايزين ربنا يبارك الأشرار، ينفع ربنا يبارك الأشرار؟ يبقى بقى الدنيا زيطة بقى، هو اللي يعمل أي حاجة يعملها، نور ربنا إيه حنين. فما ينفعش كده. ده أهم النقطة دي، مهمة جدا عشان تفهمنا ليه ربنا اختار آباء معينين مش ناس تانيين. ليه بيختار هو؟ هل معنى اختياره إن قفل عليهم وخلاص ودول مش هيخلصوا؟ لا، احنا زي ما قلنا الاختيار ده كان بغرض يجي من نسلهم مين؟ المسيح بس. لكن الله الخلاص مفتوح للكل، ورغم ان الخلاص مفتوح للكل حتى بني اسرائيل، للأسف في بعض منهم مش هيخلص. البعض من بني اسرائيل اللي ماتوا في خطيتهم مش هي ايه، الله عايز الكل يخلصون، لكن عايز ولاد النعمة ولاد البركة اللي يمسكوا في النعمة واللي يمسكوا في البركة ما يبقوش ولاد الجسد، هم دول اللي يخلصوا. طب ولاد الجسد اللي هم عايشين بطريقة جسدية، ها، هيخلصوا؟ لا طبعا. عشان كده بيقول ان ايه، كان اختيارهم بهدف تكوين كنيسة الله. اختيار الاباء اللي هو ابراهيم وبعديه اسحاق وبعديه يعقوب، وبعد كده هوت من يعقوب طلع ال 12 سبط، وابتدى الله في الملوك بتاعتهم يختار منهم داود، ده هيجي من نسله ويمشي ربنا معاهم. ده كان بغرض تكوين ايه؟ كنيسه، عشان الكنيسه دي تخمر الايه؟ العالم كله، تبقى جسد المسيح، ويجي من الكنيسه دي المسيح يجي منها، ويبقى البركه في الكنيسه ديت. لنسميه جبل ايه؟ جبل الله. ها؟ صهيون جبل الله العالي. لم يخلص كل شعب اسرائيل المولدين حسب الجسد من ابراهيم. وعشان كده في رومية 9 يقول لنا، ولكن ليس هكذا حتى ان كلمه الله قد سقطت، لان ليس جميع الذين من اسرائيل هم اسرائيليون. هل كل الاسرائيليين خلصوا؟ لا.
ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد إبراهيم. ده في مرة المسيح قال لهم أنتوا لو كنتوا أولاد إبراهيم كنتوا تعملوا من إبراهيم. قالوا إحنا لسنا أولاد زنا. قالوا ما الأعمال اللي بتعملوها دي؟ فالخلاص للكل، بس اللي إيه؟ للي إيه؟ للي يؤمن واللي يقبل النعمة، ولا ما يقبلش حتى لو هو ابن إبراهيم. اللي رفضه ها لقلمه عليكم وعلى إيه؟ على اللي قالوا دموا علينا وعلى أولادنا، مش هيخلصوا إزاي؟ والذين طعنوه هيبكوا عليه. يبقى إذا الموضوع مش موضوع الخلاص هنا، ده الموضوع كان الاختيار لتكوين إيه؟ كنيسة. وهو من حقه يختار اللي هو عايزه، وهو طريقته إنه بيختار الضعيف، يختار اللي ما عملش بس برضه ما يختارش الشرير. ها معايا؟ معايا؟ ماشي معايا؟ طيب. ولا لأنهم نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل. أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد. يعني إيه كلمة الموعد؟ بس إحنا كلمة الموعد دي نفهمها الميعاد، يعني يوم الأربعاء الساعة كذا. لا مش مقصود كده. الموعد اللي هو الإيه؟ الوعد، النعمة. أنا وعدت خلاص. زي ما يجي لابني يقول لابني أنا هجيب لك هدية كذا لو مش عارف إيه، هو ما يستحقش الهدية اللي كبيرة قوي، حاجة كبيرة قوي أجيبها له. بس ده وعد مني، وعد مني، هو ما يستحقهاش بس أنا أجيبها. فأولاد الموعد كلنا لما هنخلص هنخلص عشان إحنا أولاد إيه؟ استفدنا بالوعد بتاع ربنا، مش إن إحنا عملنا أعمال حلوة. لكن برضو اللي مش عايز يعمل برضو يقول له ازاي تبقى ابني يعني ملكش صفاتي. فالاعمال مش هي السبب، لكن الاعمال ضرورية. مش هيدخل السماء واحد يكون شرير ويقول له رب خلاص بقى ما انت حنين دخل الكل. لا ده شرير زي ما قلنا هنا ايه عيسو ومين ويعقوب. ايضا الرب يسوع يقول اجاب وقال له ابونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال. يعني في مش كل اللي اتولد من إبراهيم ابن الإبراهيم، مش كل اللي اتولد من إبراهيم هو ابن الإيه الإبراهيم. بالعكس ده في ولاد تانيين بالإيمان كان عندهم إيمان زي إبراهيم هيبقوا أولاد إبراهيم، اللي هو إحنا الأمم اللي كنا وثنيين. عشان كده في أشياء الراقدين نقول في أحضان ابراهيم واسحاق، مالنا ومال حضن ابراهيم؟ ده احنا مش ولاده بالجسد، بس لينا الايمان بتاعه فصرنا اولاد لابراهيم، اتحطينا في الشجره بتاعته. دي اللي جاي بعد كده. اتفضلوا اللي بعده. الغرض من اختيار الله الاباء، احنا قلنا النقطتين اللي فاتوا، بعد كده حس بشعب اسرائيل اللي هي كنيسه العهد القديم كشجره تحمل النعم والبركات. لحد فيكم معموديه هتلاقوا يقول واحنا بندهن المعمد بزيت الغلاوه نقول له لتغرس في شجره الزيتون الدسمه. شجره الزيتون مش عشان احنا في الزيتون، يعني اللي في الحلميه واللي في المطريه واللي في عزبه النخل برضو بيقولوها كده، شجره الايه؟ شجره الدسمه الحلوه اللي هي الايه؟ كنيسه. شجره الزيتون دي اللي هي ايه؟ الكنيسه الدسمه اللي فيها نعم وبركات. ف الكنيسة عبارة عن شجرة. أصل الشجرة من تحت، الفروع اللي تحت من تحت خالص هنلاقي مين؟ طبعا الله هو اللي إيه اللي أسسها. هنلاقي إبراهيم ونلاقي إسحاق ونلاقي يعقوب ونلاقي وإحنا ماشيين يوسف. ماذا في أغصان كانت وحشة، عمل إيه فيها الوحشة؟ قطعت زي الأمة اليهودية، قطعت الأغصان اللي إيه اللي مش حلوة قطعها. طب وبعدين وفي اغصان في زيتونه تانية بريه هتموت وملهاش اهميه، حن عليها هو. اللي فيكم يعرف الزراعه في حاجه اسمها التطعيم، طعموا ساعات البرتقال واللارنج ياخدوا ايه يطعموا. خد الاغصان من شجره بريه وطعمها فين؟ في شجره الجميله الحلوه اللي فيها دسم اللي هي شجره الايه؟ نيسه. فبعض الأغصان البرية اللي هو احنا بتوع الأمم والوثنيين اتطعمنا فين؟ في الشجرة الايه؟ شجرة الايه الدسمة اللي هي الكنيسة. صحيح الشجرة الدسمة فيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن اتقطع منها الأغصان الطبيعية الوحشة اتقطعت، واحنا اتطعمنا فين؟
في نفس الايه الشجره الحلوه عشان تبقى شجره واحده. ها، عشان كده بيقول لو واحد استكبر على اليهود يقول له يا عم ما تستكبرش على اليهود، ده هم اللي شايلينك، اسحاق وابراهيم ويعقوب ده هم اللي شايلينك، هم اللي عرفوك الايمان، وهم اللي ايه مش هم لهم فضل علينا. الانجيل مليان نبوات اشعياء وحزقيال وغيره 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 وغيره، هم حملوا لنا البركات وجه منهم السيد المسيح. فعشان كده الواحد ما يستكبرش برضو عليهم. احنا نقول له يا رب نشكرك يا رب، انعمت علينا وعليهم كلنا وعملتنا شجره حلوه. فيقول هنا فستقول قطعه الاغصان لاطعم انا. حسنا، من اجل عدم الايمان قطعت، وانت بالايمان. يبقى هنا دخلنا في الايمان بقى، مش بقى الاعمال، ان انا ليه اعمال حلوه فاخلص، لا. وانت بالايمان ثبت لا تستكبر بل خف، لانه ان كان الله لم يشفق على اغصان الطبيعيه فلعله لا يشفق عليك ايه ايضا. ها اوكي. بعدين هل ربنا كان عنده مانع يقبل خلاص الناس؟ عشان اللي بيقول ان ربنا بيختار ناس وناس، لا ما كانش عنده مانع، بدليل صوم يونان اللي صمناه لسه اللي فات من شهر. ها ليه ربنا تدور على نينوى المدينة العظيمة ويونان يقف قصاده؟ ها فبيقول لم يكن هناك اي مانع من قبول الامم والسنين التائبين والمؤمنين بالله ضمن رعوية شعب اسرائيل، لدرجة ان في سفر الخروج بيحكي ان في ناس مصريين من القدماء، مصريين ابهاتنا من المصريين، في ناس خرجوا مع بني اسرائيل يسميهم اللفيف، عشان لما تلاقوا اللفظ ده ايه تعرفوا. او كلمة الدخلاء، دخلاء دي برضو هتلاقوا في العهد الجديد، كانوا ناس امم وايه ودخلوا فين؟ دخلوا في الايمان. فيقول هنا وصعد معهم لفيف كثير ايضا مع غنم وبقر مواشي وافرة. ها احنا فين؟ خلاص كده خلصت. المهم اخر حاجة الخاتمة. لا احنا هنا ما نقدرش نقول لربنا غير ايه؟ غير انت حنين والمجد ليك، انت بنعمتك عملت الكنيسة وانت ما عندكش محاباة، لكن احنا اللي ايه اللي مش فاهمين. عشان كده يقول اخر آية نقولها، يقول وان كنتم تدعون ابا الذي يحكم او ابا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. سيروا زمان ايه؟ غربتكم بخوف. حاضر. سيروا زمان غربتكم. حبايب حد عايز يقول معترض على حاجة ولا حبايب؟ ها؟ مدام كنت عايزة تقولي سؤال. اتفضلي. تمام. لا لا دي قصة تانية، قصة تانية. احنا بنتكلم على يعقوب، واخد بالك، مش على لبان دلوقتي. لكن البذرة الكويسة هو عارف ان بتوع كنعان اشرار، لا عارف ان ايه ان دول اشرار اكتر، وعارف اللي مختار ده عن ده، هو عارف يعني، عارف ان دول احلى برضو حتى لو كان فيهم ضعفات، بس عارف ان دول ايه. معلش معلش، مش معنى ذلك ان هو ان هو اختار الاختيار، تقصد ان يا اسحاق عايز ناس بنت وحشه له؟ لا 100% حاسس ان بنت لبان كويسه اللي هي رفقه، بدليل انها مشيت معاه، بدليل انها مشيت كانت كويسه، ده الدليل يعني. لو كانت رفقه وحشه كانت شي كملت وكان قال الكتاب المقدس ده بالي. حد عايز يقول حاجه تانية؟ ايوه صح صح. طيب ما انا دي انا قلتها، اذا هو من حقه الاختيار. تمام تمام، بس اختياره هو برضو. ما دي 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 نقطة، دي نقطة انا قلتها من تمام تمام تمام، لكن مش معنى اختياره انه بيختار الشرير ويسيب الحلو. لا لا لا، واحدة واحدة بس. لا لا، واحدة 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 واحدة، نتكلم مع بعض واحدة واحدة بس، واحدة واحدة. من حقه زي ما قلت لك، لو انا ركبت عربية مرسيدس وقلت ليه بتعمل كده ولا بتعملش كده، من حقه يختار. ماشي؟ طيب، لكن الاختيار
مش ان العلم السابق ان ده هيبقى كويس فاختاره، لا، الاختيار على سبيل النعمة، الاختيار. والا واحد يقول ثواني ثواني بس ثواني، فين دي الآية اللي انت عايزة تليها؟ هاتيها 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 هاتيها. العلم السابق لا، ما بيدخلش. يعني مثلا كلمة العلم السابق دي كلمة خطيرة شوية، خلي بالكم معانا، خلي معاكم معانا. يهوذا كان بعلمه السابق عارف انه هيخونه، لكن الله ما عملش مع يهوذا اي حاجة عشان علمه السابق، خدوا بالكم. يعني ساب الصندوق معاه، حذره اكتر من مرة، ها، حذره اكتر من مرة، يا صاحب ما انت فاعله. فعلمه السابق مش بيأثر على محبته لينا، خد بالكم. والخلاص يعطى على سبيل نعمة مش على سبيل عمل. يعني مش عارف ان انا هبقى كويس، فزي بعضه يديني نعمه، حتى مهما بقيت كويس، نعم الكواسة بتاعتي دي وان انا كويس ما تسويش النعم اللي ايه اللي هدهالي. عشان كده الاختيار على سبيل نعمة مش على سبيل عمل، ها، خليكم معايا. لا، واحدة 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 واحدة، اجيب لك الآية عشان واحدة واحدة. يقول احب اللعنة فأتته، خلي بالكم. يعني ايه احب اللعنة؟ هو مش حابب البركة، والبركة تبعدت عنه. حد يطلعها مزمور 109، والبركة تبعدت عنه لأنه كرهها مش عايزها، قلبه مليان شر. خلي بالكو، في شبه كبير جدا 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 بين عيسو وبين يهوذا. الشبه الشبه، خلي بالكم، ما تابش روخر، ما تابش روخر. لو كان تاب كان رجع، لكن هو زعل العملة اللي عملها، ان ديت انا عملت عملة وفقدت كرامة وبقى شكلي وحش و و و و و و حاجات تانية كتير، اعتبارات تانية كتير، لكن ما تابش. لو كان تاب كان دخل في وسط التلاميذ ال 12 وراح استنى القيامة وكان المسيح قبله. لو كان يهوذا تاب كان المسيح ايه؟ قبله. كان راح ببساطة، ما عملش حاجة أكتر من إنه قعد بكى بكاء مر زي مين؟ خلي بالكم، بطرس لما نظر له قلبه وجعه جدا، حبيبي بيبص لي هو بالآلام دي كلها وأنا أقول عليه كده. الحب اللي جوه قلب بطرس خلاه تاب بسهولة، لكن يهوذا في اعتبارات تانية سياسية، واخدين بالكم؟ اعتبارات تانية سياسية كتيرة خالص في دماغه، في قلبه، في فكره. عشان كده لم يرجع للمسيح. هي التوبة رجوع لمين؟ هو ما رجعش للمسيح، هو في اعتبارات تانية، رجع لرؤساء الكهنة، رجع هو مش عايز الخطية دي تلزق بيه، خدوا الفلوس بتاعتكم اهي، عشان ما يقولوش ان انا بقى ان انا بتاع فلوس ولا بتاع الفلوس. اهي فلوس، اهي انت همك انك ترجع الفلوس، ولا همك ترجع للايه؟ عشان ما يتقالش عليك وعلى كرامتك ان انت خدت فلوس وبعت سيدك، ولا همك سيدك ليك؟ ففي فرق. ها، لقيت الآية؟ لا، احب اللعنة فأتته. ها، 109 جبتيها؟ لانه قد انفتح فم، اي 109، فم الغش تكلموا معي بلسان كذب، كملي بكلام بغض احطوني وقتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخزون. اي كام؟ 17. طيب، واحب اللعنة فاتته ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه. اوكي، فهنا يهوذا ما قدرش اقول علم الله السابق، ما قدرش اقول علم الله السابق خلى ايه؟ خلى يهوذا غلط، ها، وان يعني لا عارف انه هيسلمه. خلي بالكم، علم الله السابق لا يتدخل في خلاص الانسان. يعني ايه؟ مثلا افرضوا ان انا عايز الكمبيوتر ده ضروري عشان اعمل بيه عمل، فدخلت هنا لقيته
فرحت واخده، قلت فرصة عشان اعمل بيه الايه العمل اللي انا ايه عايزه. لكن افرضوا ان انا اقدر من غير الكمبيوتر ده، عندي 100,000 كمبيوتر ومئة الف وسيلة تانية، هنتهز الفرصة دي ولا اقول لا؟ فالله مش بينتهز فرصة وقول ده فرصة اسيبه بقى عشان ده ينفعني، وإلا يبقى الله هيتمم الخلاص، هيتممه بأي طريقة تانية. الضعيف هو اللي ينتهز الايه، مش ان ربنا انتهز فرصة يهوذا وقال سيبه خلاص يدخل في الشر عشان انا نفذ الايه الخلاص بتاعي. لا، يبقى كده بننسب لله ايه ضعف، ننتهز ايه انتهز فرصة، يبقى ما يقدرش. لكن الله كان يقدر يتمم الخلاص من غير يهوذا ومن غير فلان، ما نعرفش ازاي. تقول ازاي هيتممه الخلاص، مش انتهز فرصة معينة ولقى يهوذا فاستغله وقال يلا ها ازق يهوذا يعمل عملته ويهلك ولا ما يهلك. لا، ده الله فضل مع يهوذا لغاية اخر لحظة يحذره. ما انت صانعه فاصنعه بسرعة، الذي يضع يده معي في الصبر هو ده. انا يا سيد، قال له انت قلت. ها، واخدين بالكم؟ مش يهوذا بس، ده بطرس نفس الوضع بيحذره، ده قايين في نفس الوضع بيحذر خاين، يوجد خطية. الله بيدور على خلاص الناس، مش كده وبس، ده بيلاطس في حلم يظهر لإيه؟ لمراته يحذره. الله، ربنا بيحذر الكل، مش إن ربنا بيستغل فرص عشان يعمل حاجة لمصلحته. أوكي؟ حبايب؟ طيب خلاص، ماشي؟ يبقى ربنا ما بيحبش حد على حساب ها؟ لا، ما بيحبش حد على حساب حد، هو ما عندوش محاباة ولا عنده هوى، ما عندوش محاباة ولا عنده هوى. لإلهنا المجد دائما أبدا أمين. تفضلوا نصلي. اللي